النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كما في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إنكم ستحرصون على الإمارة وإنها ستكون ندامة وحسرة يوم القيامة، فنعم المرضعة وبئست الفاطمة. لو تأملنا هذا الحديث لوجدنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حذر من الحرص على المناصب، ولو كانت مناصب دينية كما قال المناوي في فيض القدير. ولذا قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: يا عبد الرحمن ابن سمرة لا تسأل الإمارة، فإنك إن أوتيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أوتيتها عن غير مسألة أعنت عليها. وقال صلى الله عليه وآله وسلم كما عند مسلم من حديث أبي موسى: إن والله لا نولي على هذا العمل أحدا سأله ولا أحدا حرص عليه. وقال صلى الله عليه وآله وسلم كما عند مسلم لأبي ذر: إني أراك ضعيفا، وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين. وقال صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث أبي هريرة في مسند الإمام أحمد: ليتمنين أقوام أنهم خروا من الثريا وأنهم لم يلوا شيئا. هذا أولا. ثانيا، أن معنى قوله فنعم المرضعة وبئست الفاطمة يعني أن المناصب نعم المرضعة لما فيها من حصول الجاه والمال ونفاذ الكلمة وتحصيل للذات والمكانة عند الناس كما قال شراح الحديث، وبئست الفاطمة إذا فصل عنها ومنها، إما فصل في الدنيا وإما بموت، ثم بعد ذلك يبقى ما يترتب عليها من تبعات في الآخرة. ثالثا، أن الرواية المشهورة فنعم المرضعة بدون تاء وبئست الفاطمة بالتاء، مع أنه ورد عند أحمد بالتاء في نعمة المرضعة، لكن المشهور بدون التاء في نعمة المرضعة، وآتت التاء في بئست الفاطمة. لما؟ قال القسطلاني رحمه الله كما في إرشاد الساري، قال: لأن الفعل أشرف أحواله أن يكون بالتذكير، فإذا أنث كان أقل، فأتي بأشرف أحواله في المرضعة لأن بها منفعة وهي أحب الحالتين إلى النفس، وأتى بالتأنيث في الفاطمة لأنها حالة غير محبوبة. رابعا، أنه قال الفاطمة والمرضعة، مع أن الذي يفطم هو المرأة وليس الرجل، فبإمكانه أن يقول الفاطم والمرضع مثل ما يقال حائض وطالق، ولا يقال حائضة وطالقة لأنه وصف يخص النساء، لكن أتى هنا بالتاء مع أنه لا حاجة لها من حيث الظاهر، لكن لها فائدة وهي أن يتذكر هاتين الصورتين، وهي صورة الإرضاع وصورة الفطام حتى لا تغيب عن خاطره، فيتذكر حينها أن الحسرة والندامة تبقى عليه، فلا ينبغي لعاقل أن يتتبع لذاتها نظير ما يكون من حسرات بعدها. وهذا الحديث كما أخرجه البخاري أخرجه أيضا النسائي، لكن من ابتلي بها فقد قال النووي رحمه الله كما نقل ذلك ابن حجر عنه في فتح الباري، قال: وأما من كان أهلا وعدل فيها فأجره عظيم كما تظاهرت به الأخبار، ولكن في الدخول كما قال فيها خطر عظيم، ولذلك امتنع الأكابر منها. ومما يدل على أن من ابتلي بها فعدل أنه سينجو بإذن الله تعالى، أنه قال صلى الله عليه وآله وسلم كما عند الطبراني من حديث عوف بن مالك بإسناد حسن: إن شئتم أنبأتكم عن الإمارة. قالوا: وما هي؟ قال: أولها ملامة، وثانيها ندامة، وثالثها عذاب يوم القيامة إلا من عدل. قال: إلا من عدل.